مرحبا مواليد برج الحمل، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 10 للأحد 16 أيار مايو؟ بهذا الأسبوع في حدثين مهمين. الأول هو أنه في عنا نيو مون، يعني القمر والشمس بيلتقوا سوا ببرج الثور، يعني في عنا قمر جديد في برج الثور، وذلك يوم الثلاثة تحديدا، يوم الثلاثة الساعة 7 المساء التوقيت العالمي. في عنا أيضا حدث ثاني كتير مهم، وهو أنه كوكب المشتري ينتقل إلى برج الحوت، وذلك يوم الخميس بتاريخ 13. بالنسبة لكم مواليد برج الحمل، هذا أسبوع أنا بعتبره أسبوع جيد، بعتبره أسبوع مثمر، بعتبره أسبوع حلو لكم، بيعطيكم الكثير من حقكم، بيساعدكم وبيخليكم نوعا ما تكونوا أقوى وأنجح وأسرع من غيركم. انطلاقة الأسبوع هي تحت تأثير القمر الجديد من برج الثور، وهذه مسألة جيدة لأنه أنتوا منكن متعرضين بكل هذا الأسبوع لأي مسألة سلبية. فكل هذا الأسبوع أنا بعتبره جيد جدا، معكم تقريبا من الاثنين للجمعة التأثيرات ولا أجمل من هيك. خلونا نبلش ونشوف الاثنين والثلاثة. كل العالم يقع تحت تأثير النيومون، القمر الجديد من برج الثور اللي هو بيت المال، لأنه قمر جديد هذا معناته أنه في بعض الاهتمامات يلي أنتوا لازم تفكروا فيها، لازم تعتنوا فيها، ولازم فعلا تعطوها حقها. العلاقة بكل شيء أنتوا بهمكم أمره، كل شيء أنتوا بتقدروه، كل شيء أنتوا بتعطوه تقل وأهمية، سواء كانت مقتنيات أو يمكن شهادات أو يمكن امتحانات أو يمكن حتى بعض العلاقات يلي بهمكن أمرها. طبعا في احتمال أنه يكون في بداية لتساؤلات حول مستقبل قريب مالي. الأربعاء الخميس والجمعة القمر بيكون موجود ببرج الجوزاء، هو تحديدا القمر بيكون ببرج الجوزاء ابتداء من يوم الأربعاء الساعة 5:15 بعد الظهر، يعني تقريبا كل نهار القمر ببرج الثور بيلحق التنين والتلاتة. لكن في البلاد يلي عايشين يلي عم يتابعوني من القارة الأمريكية، القمر بيكون عندهم برج الجوزاء من الصبح، فالتأثيرات الأربعاء الخميس والجمعة هي بعدها كتير منيحة، بعدها جيدة جدا، وبعدها عم تعطيكم المزيد من الدفع، يعني الاندفاعة، قدرة على يمكن على حسم الأمور، عندكم إرادة كتير قوية، عندكم شخصية كتير حلوة، كتير لبقة، كتير مهضومة، كتير ذكية، لأنه القمر برج الجوزاء رح يسرع عندكم سرعة البديهة، رح تكون مواليد برج الحمل من الأشخاص السريعة جدا ما بتهدى، ولأنكم أنتم مواليد برج الحمل رح بتكونوا سريعين جدا من أسرع ما يكون، ما حدا بيلحق عليكم، فيكم تكونوا أبطال، فيكم تكونوا ناجحين، فيكم تكونوا انتو الاسرع الانشط والاكثر نجاحا، هالقد مهم هذا التاثير. الاربعاء الخميس والجمعه بعتبرهم الاحوال الفلكيه بتقول انه هيدي فتره للكتابه، فتره للزيارات، فتره للتواصل مع الناس، فتره لانجاح المعاملات اللي بدكم اياها، فتره لتقدموا يمكن اوراقكم، تروحوا زيارات، ما تخافوا، ما تستحوا، روحوا وتنقلوا. نوصل للسبت والأحد. هلأ السبت والأحد هن يومين بيوقعوا تحت تأثير القمر برج السرطان، يعني صار في نوع من جو من الخمول نوعا ما أو الهدوء نوعا ما، منه خمول بمعنى أنه لا يوجد طاقة، لا، لكن هالطاقة هالخمول هيدا يدور في فلك البيت والأمور الشخصية لدرجة بتحسوا أنه ما عم بيطلع بإيكون شغل، لأنكم مشغولين بقصص وحكايات تانية، حكايات عائلية، حكايات شخصية، الأولاد عاجقينة، بتطلع بالنتيجة أنه ضيعتوا وقت، بتحسوا أنه ضيعتوا وقت على الفاضي. السبت والأحد منا فترة سلبية، لكن بيحملوا اهتمامات شخصية. إذن كل الأسبوع ممتاز، لا يوجد تأثيرات سلبية، وجميع مواليد برج الحمل بعتبر أسبوع ممتاز. رجاء تابعوا الأبراج الشهرية لتشوفوا شهركم كيف بده يكون. شكرا لكم، باي باي.